et on va être des champions. زيت الزيتون ان شاء الله سيكتسح ليس 17 ولا 19 دولار. زيت الزيتون الجزائري هو اجود من كل زيت الزيتون في البحر الابيض المتوسط. لابد ياخذ مكانته باش ياخذ مكانته بابناء. نحن كوزاره واتكلم نيابه عن اخوان الوزراء الاخرين، نحن في اتم الاستعداد لسماع الى انشغالاتكم وعلى اتم الاستعداد لسماع الى توصياتكم. انتم قولوا لنا واش لازم. واحنا نحن باش نطبقوا